الذهب يتخلى خلال تعاملات اليوم الجمعة عن بعض مكاسبه الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية مع بقائه فوق مستوى 1200 دولار للأونصة. ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2,100,000 برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 504,100,000 برميل. نائب وزير الطاقة الروسي يقول إن سوق النفط متخمة بفائض قدره 1,800,000 برميل يوميا حاليا، ويؤكد أن هذا الفائض قد ينخفض إلى النصف إذا نجح اتفاق تجميد مستويات الإنتاج.